السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسام. النهاردة هنشرح لكم ازاي تركب كاميرات المراقبة بنفسك في البيت. احنا بعد ما نشتري الجهاز، غالبا الجهاز التسجيل الكاميرات بيكون زي اللي في ايديا ده. في بعض الاجهزة هتلاقيها اصغر في الحجم او اكبر، مش ده اللي بيهمني خالص. اللي بيهمني هي المنافذ اللي موجودة في الجهاز. زي ما انت شايف معايا هنا، في منافذ مكتوب عليها فيديو انبوت، كل مدخل من ده مسؤول عن كاميرا واحدة. الاجهزة اللي موجودة في مصر بيكون فيها المنافذ من 4 كاميرات ل 8 ل 16 ل 32، وغالبا دي المنافذ الموجوده في اغلب دول العالم. لو انا هركب 3 كاميرات يبقى انا بشتري جهاز 4، لو انا هركب 5 كاميرات يبقى انا محتاج اجيب جهاز 8. طيب خلينا نشرح المنافذ مع بعض. لقينا عندي الجهاز ده، هو جهاز دي في ار بياخد 4 كاميرات. دي منافذ بتاعت الكاميرات 4 فيديو ان. بعد كده عندنا المنافذ بتاعت الصوت، الجهاز ده بيدعم الصوت. في اجهزه في مصر بتدعم الصوت وفي اجهزه ما بتدعمش الصوت. في ده منفذ الخرج بتاع الصوره وده الخرج بتاع الصوت. في بعد كده عشان اوصل الجهاز ده بيبقى بوصله بطريقتين، يا اما بوصله على شاشه، ده منفذ ال HDMI وده بيوصل لنا الصوره بجوده فائقه، او ان انا بوصله على شاشه كمبيوتر، وفي الحاله دي ببقى محتاج منفذ الفيجا. في اجهزه فيها وفي ما فيهاش، لازم وانا بشتري اراعي الجزئيه دي. في بعد كده عندنا كابل الايثرنت اللي هو مسؤول عن توصيل الجهاز ده بالانترنت عشان اقدر اتابع الصوره على الموبايل او عن طريق الكمبيوتر. في بعد كده عندنا بيبقى في اجهزه فيها منفذ USB 1، وفي ساعات في احيانا 2 او اكتر، ده بوصله بالفلاشه عشان اقدر اشتغل بالماوس بدل ما اشتغل بالريموت كنترول، او اللي انا بحط فلاشه واقدر اخد منه باك اب. في ده زرار في موجود في كتير من الاجهزه عشان انا اطفي الجهاز واشغله منه، مفيش مشكله. احيانا بعض الاجهزه زي الجهاز ده بيبقى فيها منافذ اضافيه لليو اس بي والمنيو اللي انا اقدر اتحكم بالجهاز. هنبدا دلوقتي نشرح لكم ازاي نركب الهارد. الاجهزه اللي احنا بنشتريها بتيجي فاضيه من غير الهارد ديسك. كل اللي احنا بنعمله نشتري الهارد ساتا بتاع كمبيوتر عادي خالص وبنبدا نركبه في الجهاز. هنفك المسامير، بتبقى توزيع مسامير في الهجات، ممكن تزيد مسمارين او تقل مسمارين مش مشكله. هنبدا نفكها مع بعض، هنختصر الوقت، هنفك اول مسمار وبعد كده هنكمل. بعد ما فكينا المسامير بننزع الغطاء الخارجي. بعد ما ننزع الغطاء بنشوف هنا مكان الهارد فين. الهارد ده هو المسؤول عن تخزين الفيديوهات، كل ما مساحه الهارد كبرت كل ما هيديني ايام اكتر، وعلى حسب عدد الكاميرات اللي راكب، بس الهارد هو الاساس. بنبص بيبقى فيه فتحات، فتحات التثبيت 4 مسامير. الجهاز بيبقى معاه جاي كيس مشابه لده فيه المسامير التثبيت الخاصه بالهارد ديسك. هنحاول ان احنا نظبط الفتحات وندور على الكابلات اللي هو كابل الباور والداتا. هنا الجهاز ده مختلف شويه، موجود بلت ان الباور والداتا. في اجهزه ثانيه بيبقى الكابل الباور مستقل وكابل داتا مستقل. هنوصل الجهاز بتاعنا. بعد ما اتاكدنا ان الجهاز بتاعنا وصل، بنقفل الجهاز ونحاول نظبط الفتحات اللي اتفقنا عليها بتاعت الهارد، بتبقى باين الاخرام، وبنبدا ان احنا نربطها المسمار بالمفك. هنربط لكم مسمار ونكمل بعد كده. بعد ما ثبتنا الهارد بال4 مسامير اللي جايين معاه، هنقفل الغطاء زي ما فتحناه وهربط المسامير بتاعتي. بعد ما اتعلمنا ازاي نركب الدي في ار مع بعض، هيبقى عندنا دلوقتي مساله تركيب الكاميرات. دي شكل الكاميرا، اغلب الكاميرات اللي موجوده في السوق بتبقى شبه دي، دي بنسموها كاميرا دوم. الكاميرا بيبقى فيها طرفين، وفي بعض الكاميرات بيبقى فيها طرف ثالث. الطرف الاولاني اللي هو طرف الباور موجود في جميع الكاميرات، ده بياخد 12 فولت في اغلب الكاميرات. او الطرف الثاني بيكون طرف الادخال بتاع الصوره، وفي كاميرات بيبقى فيها المدخل الاضافي اللي هو بتاع المايك ان وجد. كل كاميرا عشان تركب بتبقى محتاجه كابل زي ده بنسموه بي ان سي، بنبقى محتاجين منه 2 لكل كاميرا. واحد بيبقى بنشبكه هنا في الكاميرا بالطريقه دي، ادخله والفه، بيبقى عندي طرفين، طرف موجب وطرف سالب. الكابل ده هو اقرب حاجه مثال ليه، هو كابل الدش اللي موجود عندنا في البيت. بنشتري سلك اللي احنا عاوزينه. السلك بيبقى 4 اطراف، 2 للفيديو و2 للباور.
خلينا نقشرهم. بعد ما خلصنا الكابل بنيجي على الكابل ده. بعد ما انتهينا من الكابل وعزلناه بالشكرتون بنجيب باور. الباور ده اغلب الكاميرات بيبقى 12 فولت، ساعات بيجي مع كاميرات وساعات احنا بنجيبه لوحده على حسب الكاميرا. بنقطع الكابل ده خالص بالقصافة، بعد ما بنقطعه يبقى فيه طرف موجب وطرف سالب. الطرفين دول احنا بنبدأ نوصلهم، الطرف الموجب بنوصله باللون الأحمر والطرف السالب بالأسود. لو الألوان مختلفة يبقى هنراعي الطرف اللي هنوصله في اللون اللي هو الكابل اللي هنا ده اللون الأحمر، واللون ده اللون الأسود، عادة بيبقى لونين، ونحافظ على ترتيب الألوان ده في الطرف التاني.